المنطقة في أمس الحاجة إلى مكان للخدمات كمواقف السيارات القادمة إلى الأقصى أو الفنادق أو ما تحتاجه هذه المنطقة الحساسة، ولكن سبحان الله، إرادة الله شاءت أن يبقى هذا المكان ليبقى شاهدا على صدق القرآن الكريم. فسارت مريم خلف هذا الحاجز، خلف هذه التلة الترابية، حتى وصلت إلى أسفل الوادي، وهو وادي منحدر كما تشاهدون. نحن في انحدار مستمر نحو ما يسمى بوادي قدرون، وادي قدرون أو وادي جهنم كما وردت تسميته في المصادر الإسلامية. فهذا الوادي هو في أسفل جبل الطور، في أسفل جبل الطور، ويفصل ما بين القدس والمسجد الأقصى وما بين قرية جبل الطور. وها نحن أيضا ننزل في درج منحدر باتجاه أسفل الوادي. ما زلنا في انحدار مستمر حتى نصل هنا، نصل أسفل الوادي، حيث نجد هنا كنيسة يطلق عليها كنيسة ستنا مريم. هذه الكنيسة بنيت في أسفل الوادي، وكنيسة يطلق عليها كنيسة ستنا مريم. هذه الكنيسة بنيت في أسفل الوادي، وكما تقول المصادر أن مريم عليه السلام دفنت داخل هذه الكنيسة، وكذلك والدة مريم ووالد مريم أيضا دفنوا في هذه الكنيسة. وتذكر المصادر النصرانية أن مريم عليه أن عيسى عليه السلام كان يتردد على هذا المكان ليختلي، فكأنه يفعل كما فعلت أمه عليه السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هنا في هذا المكان، انتبذت مريم عليها السلام وهي مختفية تماما عن أهلها في المكان الذي ذكرناه. في هذا المكان جلست مريم كفتاة عذراء تقية من بيت نبوة، وهي تريد أن تختلي وتريد أن يعني تعيش لوحدها لساعات حتى ترجع إلى محرابها حيث هو في المسجد الأقصى.
فخرجت وجاءت هنا آمنة مطمئنة، تعتقد أن لا أحد يصل إليها لأنها في مكان منحدر ومخفي تماما. وفجأة مريم عليها السلام تجد أن رجلا يقف فوق رأسها، رجلا يقف فوق رأسها، فهذا أمر مرعب ومخيف. هي قد أخذت كل الاحتياطات ألا يرى يقف فوق رأسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كما سماها العلماء انتفاضة العذراء، انتفضت لأنها شكت أن هذا لديه نية غير حسنة، كيف بحث عنها وكيف عرف مكانها؟ إذن كأنه كان يتتبعها لغرض ما. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، انتفاضة العذراء، وهذا أمر طبيعي لكل امرأة تقف في مكان آمن أو في بيتها أو في مكان خال وتفاجأ برجل يدخل عليها تقول مثل هذا الكلام. في لغتنا اللهم بيني وبينك، إذا بتخاف الله لا تأذيني، إذا أنت تقي لا تقرب مني. أي امرأة تقول هذه الكلمات عندما تفاجأ برجل وهي تعتقد أنه مجيئه غير طبيعي؟ فمريم عليها السلام قالت هذه الكلمات لجبريل عليه السلام الذي تمثل لها بشرا سويا. قال إني عبد الله، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أو هنا المشكلة أصبحت أكبر وأكبر، فمن الانتفاضة إلى الحمل غلاما زكيا، فبادرته بالإجابة الصريحة والواضحة والحقيقية، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. طرق الحمل وطرق الولادة طريقين معروفين، إما عن طريق الزواج وإما عن طريق السفاح، لا يوجد أي طريق في عرف الناس غير هاتين الطريقتين. فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم أتزوج ولم أكو بغية، ولست من ذلك الصنف الذي يتبع هذه الطرق. يعمل مثل هذه الأعمال المشينة. فصارحته الجواب، ولكنها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لنا. قال لا 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 لا، ليس كما ذكرتي، ليس كما ذكرتي، ليس بالطرق المعروفة لدى الناس، إما الزواج وإما الزنا. فأخذ يشرح لها، وطبعا هذا ما يسمى بالفجوات في القصة، إلى أن أقنعها أن الأمر ليس كما تظن، إنما فقط مدي
إلي يدك، مدي يدك، أعطني كمك، وينتهي الأمر. ليس مما تخافين وليس مما تخشين. فأخذ الحوار، لابد أن الحوار استمر لفترة ليست بالبسيطة، حتى اقتنعت مريم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من البشر، ولا وليس في نيته سوء، ولا يقصد بها السوء. فأعطته يدها ونفخ فيه، نفخ في كمها فحملت. هنا بعدما أنجز مهمته وعرفت أنها قد حملت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، الآن هي اقتنعت ووافقت